تمتلئ البلاد بكل شيء إلا من سلطتها الشرعية. استعرض الإنقلابيون الجدد في عدن ورقة الجماهير كما فعل من سبقهم في صنعاء، وكأن ذلك يعفيهم من جريمة تفتيت البلد والمضي وراء أطماع الخارج. الحشد يأتي في إطار محاولة الانتقالي تثبيت أقدامه على الأرض وتكريس حضوره كواقع لم يعد من السهل إزاحته، بالإضافة لتحسين شروطه في أي مفاوضات قادمة، تماماً كما فعلت ميليشيا الحوثي من قبل. خلا الحشد من قيادة الانتقالي وغابت القيادات التاريخية للحراك الجنوبي في تأكيد واضح أن من يتصدرون المشهد الجنوبي اليوم ليسوا سوى أدوات أبو ظبي، متشددون دينيون وبقايا النظام السابق ومن تحلق حولهم ممن جمعتهم المشاريع القاتلة. الشعبي المفوض الشعبي الجنوبي، يجري العمل من جميع الأطراف على إضفاء المزيد من الشرعية على سلوك الانتقالي المدعوم إماراتيا ليحتل موقعه في المشهد القائم وينتزع جزءا من السلطة التي تنهشتها كل القوى. وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي لا يزال يرى الانتقالي مجرد ميليشيا، إلا أن الباسط على الأرض يظل هو صاحب القوة، وإن كانت الشرعية مع هادي أسير الرياض. تفيد تقارير إخبارية بوصول لجنة سعودية إماراتية إلى عدن للإشراف على انسحاب الميليشيات من المؤسسات الحكومية والعسكرية في المدينة، فيما يبدو عملها فارغا من أي قيمة، في ظل ما يبدو أنه دور سعودي لتشتيت الانتباه وتأكيد ما هو قائم. في الرياض يقبع مسؤولي الشرعية بانتظار من ينتصر لهم ويخوض معاركهم. ما تعرضت له عدن الأسبوع الماضي يؤكد أن البلد فقد معظم خياراته، وأن التحالف ماض في مهمة تجزئة اليمن. وفيما لا يزال البعض يراهن على تغيير موقف السعودية، فإن المؤشرات تؤكد أن ذاك الرهان بلا قيمة، وأن موقف الرياض قد قيل سلفا حينما كان القتال محتدما في شوارع العاصمة المؤقتة عدن.